میں گزارش کروں گا حافظ عبد الرحمن خالد ایڈوکیٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.